ترشحت للدور بالصدفة تماما يعني. يعني انا كنت رايحة اللوكيشن اتفرج ايه اللي بيحصل، فوجئت ان استاذ تامر محسن بيعرض عليا الدور، كلمني بعدها يعني، وما كنتش ابدا يعني ما جاش في دماغي قبل كده ان انا امثل، ما مش حلمي، مش ما ساعدش لده، فطبعا كانت مفاجأة كبيرة جدا يعني. ايوه بتفرج بشوف يعني ايه اللي بيحصل، ازاي الناس بتمثل، الورق بيتحول ازاي لحاجة حقيقية يعني، رايحة اتفرج بس. يعني انت مش بعدين عايشة في امريكا؟ لا انا عايشة في مصر، لا لا مش عايشة في امريكا خالص. اتقال بقى ان انا عايشة في امريكا وان انا هاجرت مع اهلي زمان وان انا معايا الجنسية الامريكية، حاجات كتيرة جميلة الحقيقة، وانك بس هي متجوزة امريكي. كمان متجوزة. لا حلوة دي. يعني لا، ما كل الكلام ده مش حقيقي، انا عايشة هنا ومش متجوزة وبسافر امريكا سياحة زيها زي اي بلد تانية بسافرها، بس لا ما فيش ولا هاجرت ولا معايا جنسية ولا الكلام ده خالص. هو انا بيتهيألي اللي بيخلي الممثل اول تجربة او عاشر تجربة كويس هو المخرج، فانا حظي حلو جدا ان انا اول ما بدأت مع مخرج كبير قوي زي استاذ تامر محسن. هو بيعرف يخلي كل الناس شكلهم حلو، وبيعرف يخلي كل الناس مقنعين وحقيقيين. انا مش عارفة ازاي يعني، انا بحس ان انا عايزة ادخل احيانا جوه دماغه اعرف هو بيفكر ازاي، وازاي بيخلينا يعني وانا بمثل الدور لما شفتني قلت ايه ده، انا ده ساحر يعني. ازاي طلعت عامله كده مش عارفه. حتى كل الممثلين الكبار اللي في المسلسل في رايي الشخصي يعني دي اكتر احلى مره شفتهم بيمثلوا فيه كلهم، حتى اللي مثلوا حاجات كتيره حلوه جدا قبل كده، دي اكتر مره انا انبهرت بصراحه. لو الاء بشخصيه الاء كان كل ده ما حصلش يعني. لو انا كنت انا من الاول وعرفت ان انا جوزي بيحب واحده تانية، شكرا مع السلامه ميرسي يعني، ربنا يوفقكم وسكتكم خضراء وخلاص الموضوع انتهى يعني. لا يمكن يعني، ما كانش هيبقى فيه نقاش يعني، خلاص هو عايز يتجوز واحده تانية طلقني واتجوز التانية يعني، مش هبقى موجوده في مثلث ابدا عمري يعني. انا ساره صعبانه عليا ومتعاطفه معاها جدا، وهي تركيبتها كده هي ضعيفه وبتحب، فالحب كمان مخليها ضعيفه اكتر، ومقتنعه بالشرع، مقتنعه بفكره ان الشرع بيحلل للراجل انه يتجوز اكتر من حد، وهي متدينه بجد يعني، متدينه التدين اللي يعني ما تقدرش تقول لا، ما تقدرش تعصي ربنا يعني، فهي شايفه ان ربنا امر بكده فهي لازم تعمل كده، فهي اتحط عليها من كل الحب، حاطط عليها الشرع اللي هي مقتنعه ان هو بيقول كده حاطط عليها، فهي اتعاصت كده ما بين كل الحاجات، فضعيفه طبعا. وكمان بقى بتحب، هل ده شكل واحدة مع تعدد الزوجات؟ يعني ليه يا جماعة، ليه ممكن أبقى كده؟ يعني إيه اللي فيا؟ لا لا يمكن طبعا أبدا، لا ليكي ولا لغيرك؟ طبعا ولا ليا ولا لغيري. وبعدين أصلا فكرة إن يعني بنشوف حوالينا وكده، ليه أصلا واحدة تبص لواحد متجوز يعني؟ ده ندعي له يعني، مش نبص له يعني. الناس المتجوزين دول والله بجد انا بشوفهم بقول يعني يا ربنا معاه يعني، يا رب تظبط معاه، فليه بقى حد تالت يدخل والدنيا تبوظ؟ ويعني اذا هم يعني اي اتنين دايما عندهم مشاكل كبيره جدا عشان يظبطوا علاقتهم، ليه ندخل بقى طرف تالت هتبقى مشاكل اكبر؟ لا انا مش مع تعدد اي حاجه ولا اي حد يعني، هم اتنين ربنا معاه بصراحه. الروايتين دول سطحيين جدا بالنسبه لي، انا متعاطفه جدا مع مؤنس، متعاطفة جدا مع هنا، ومتعاطفة مع سارة. و لا ما انت ما تاخديش بقى القصة من على الوش يعني، انا ضد تعدد الزوجات وضد جدا ان مؤنس يتجوز واحدة تانية ويظلم سارة وكده يعني، انا ضد الفكرة دي، بس انا بتكلم ان انا مش معنى ان انا متعاطفة مع حد ان انا موافقة على اللي هو بيعمله يعني، انا ممكن اكون ضد جدا اللي هو عمله وضد جدا اللي هنا عملته، وده مش معناه ان انا مش متعاطفة معاه. يمكن انا لو مكان حد، كلنا بنغلط وكلنا بنتصرف غلط تحت ضغط، وكلنا لما بنحب بنعمل حاجات مش منطقيه، فاه ممكن جدا يكونوا تصرفوا غلط واساءوا التصرف وعملوا حاجات غبيه او انانيه او شريره، ده مش معناه ان هم ان احنا ما نتعاطفش معاهم. انا صعب عليا جدا مؤنس تحديدا، اكتر واحد صعب عليا في المسلسل جدا، فهمت مشكلته جايه منين، وفهمت الصراع اللي عنده يعني، ففعلا صعب عليا. انا توقعت طبعا نجاح المسلسل نفسه يعني، كنت عارفه، لا
لا يعني ما كنتش، كنت متخيله ان هو دور ست هاديه ومسالمه، فهيمر مر الكرام يعني، يا دوب بس دور كده بيساعد الاحداث ان هي تتطور يعني. انما مش، ما تخيلتش ان هيبقى الناس واخده بالها قوي من الدور بالشكل ده. لا والله، هو انا اول ما اتعرض عليا الدور ان انا همثل في عمل من اعمال استاذ تامر محسن، هو ده ايه ده، معقوله يعني انا هطلع في حاجه زي هذا المساء وبدون ذكر اسمائه يعني بغض النظر انا همثل قدام مين، بس عمل من اعماله هو ده اللي خلاني ده بجد يعني. انا مخي ما كانش عارف يترجم الحاجات، وجالي كده حته لا انا مش بمثل، انا مش ممثله، انا هخاف. وبعدين قلت لنفسي لا، دي فرصه عمري يعني هو فعلا قدم لي فرصه كبيره جدا، ومحدش يقدر يقول لا يعني. لو هطلع شاور كده في مسلسل من شغل استاذ تامر طبعا يعني، مش فما بالك بدور كبير وبعدين مؤثر وفي تفاصيل. فطبعا في ثانيه كده بدلت رايي في مخي على طول، وطبعا انا موافقه بغض النظر بقى انا هقف قدام مين. طبعا بقى كمان لما منى زكي ومحمد فراج، اللي هو يا لهوي اللي هو ايه ده بجد، هعمل ايه بقى يعني، ابتديت اتوتر زياده يعني. لا يعني الموضوع كله على بعضه كان تحدي كبير وخوف، انا خفت بصراحه ما انكرش يعني. هو لازال هو نفس شغلي، انا بشتغل مدير التسويق في شركه تجميل وبحب شغلي جدا يعني، ومن الاول ما كنتش مخططه ان انا هعمل جنبه حاجه تانية، فانا لازلت مستمره في شغلي زي ما انا. لا ابدا عمري يعني، حلمت بحاجات تانية كتير يعني ريليتد بالفن. انا اتخرجت من قسم نحت، فكان جاي لي وقت كان نفسي ابقى فنانه تشكيليه وناحيته وكاتبه، طبعا بحب الكتابه جدا يعني، في حاجات كتير في الفن بحبها، بس التمثيل تحديدا عمره ما جه في دماغي قوي يعني. بيتهيألي ان انا، لان انا زي ما قلت لك انا بحب شغلي، فمش حاسه ان انا عايزه اضحي بيه وعايزه اسيبه، ما مش 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 حاجه عايزه اهرب منها يعني. فلو عرفت اوفق ما بين شغلي وبين التمثيل، تعرض عليا اعمال لطيفه هنبسط وانا بعملها، هتعلم فيها حاجات، ليه لا، ممكن اعمل الاثنين جنب بعض. يعني انا مش مضطر، لو ما تعرضتش عليا اعمال حلوه، تعرضت عليا اعمال مش ما حسيتهاش، انا مش عايزه اعمل كده، كملها في شغلي زي ما انا، فسايبها للظروف يعني زي ما تيجي ان شاء الله. زادوا شويه بس بشكل معقول يعني، بشكل معقول، واغلب المسجز اللي بتجيلي هي لطيفه بصراحه، الناس لطاف قوي يعني، مسجات فيها تشجيع كتير، فيها اغلبها بيتقالي ان انا دوري كان حلو ومثلت حلو وناس فرحانه بيا يعني، حاجه لطيفه يعني، فيدباك حلو قوي بصراحه. لا مش كل الحاجات على يعني، لا على انا بشتغل فيعني موظفه كل يوم يعني، فعلى قد ما بقدر بتفاعل. طبعا بنبسط جدا لما حد يبعت لي ان هو انبسط من المسلسل ومن الدور، بحس ايه ده، طب انا عملت كويس اهو الحمد لله.